فأنا بدأت المناظرة إن أنا ما عندي أي مشكلة إن يكون أي إنسان مولود حتى لو طال بالزمن، فدي ما فيهاش أي مشكلة عندنا كأهل السنة الجماعة. حتى لو قلتم إن الخضر موجود برضو ما عندناش مشكلة كأهل السنة الجماعة إن يكون واحد حتى طول عمره إيه يعني، لو حتى يقعد ليوم القيامة. مع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين يعني 60 و70 وإن زاد زاد قليلا يعني. ولكن أنا عايز أقول إيه، أنا مش معضلة عندنا يعني، وجود ابن الصياد أو المسيخ الدجال أو أي حد مش معضلة عندنا. هي الفكرة كلها إن يبقى الطفل ده موجود أو البني آدم ده موجود أو الإنسان ده موجود، وفي النهاية تقول إن ده إمام واجب الطاعة. طب إزاي معنا يعني إحنا نحسبها إزاي واجب الطاعة وفي نفس الوقت مش موجود؟ إزاي واجب الطاعة وإمام وفي نفس الوقت مش موجود؟ فكوني إن أنا أجيب له أدلة تثبت اصلا او تضحد وجوده بس بطريقه عكسيه، الا وهي مخالفه كل الاعراف وكل القواعد الشرعيه. سبحان الله، يعني مناهج الانبياء ومناهج المرسلين وجود المهدي خالفها، يعني حتى خالف كمان الطفوله. فكون ان انا اعرض الادله دي قويه جدا ولكن لمن يعقل. فأنا طبعاً بدأت المناظرة إن أنا قلت ما في مشكلة عندنا إن أي حد يقعد ولو طال عمره، لكن المشكلة كلها إن أنتوا تسموه إمام. وبدأت أقول له من المعلومة إن الأئمة عندكم لا ينسون ولا يخطئون. طب إزاي لا ينسون ولا يخطئون وفي نفس الوقت تلاقي مثلاً عندك المهدي في بحار الأنوار، طبعاً في كذا صفحة من بحار الأنوار، عندك مثلا المهدي اتولد سنة 254 وتقلب الصفحة اللي بعديها اتولد سنة 255 وتقلب الصفحة اللي بعديها 256، ترجع صفحتين قدام تاني تلاقيها 257، تروح كمان 14 صفحة تلاقيها 258. الله، طب هو اتولد امتى؟ يعني ايه هي فايدة العصمة مع المعصوم وانه لا يخطئ ولا ينسى اذا كان المؤرخون كتبوا اكثر من 5 سنين يعني فروقات؟ يبقى ايه هو فايدته؟ ما ان كان ضاع عمر المهدي فباقي الدين ان هو يضيع اولى. يعني عمر المهدي لم يستطع المعصوم ان هو يحفظ عمر ابنه، فازاي هو اصلا هيتوكل على ناس او يوكل ناس يحفظوا الدين لما ضيع عمر ابنه؟ طب واحد بيجي مثلا يقول لك ايه، طب النبي صلى الله عليه وسلم انتم مختلفين في مثلا في ولادته. يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم حدك اصلا كان هيعرف ان كان ده نبي ولا مش نبي؟ يعني قعد عمره كله لحد ما بقى يعني بقى 40 سنه وما حد يعرف ان هو نبي ولا مش نبي. فده الامر العادي. وبعدين احنا بشر، يعني احنا بشر سبحان الله. ولكن هو ازاي يعني الاختلاف، يعني تعرفوا يا اخوانا لو اختلاف مثلا في يوم يومين ثلاثه أربعة هنقوله ماشي، شهر شهرين، لا ده الاختلاف في كم سنة؟ من 54 ل 58، يعني الاختلاف في 4 سنين مش سنة واحدة. فحتى هو اللي المفروض ان هو جاي المعصوم الحسن العسكري ده جاي يحفظ لنا الدين، ما عرفش اصلا يحفظ لنا تاريخ ميلاد ابنه اصلا. فالله المستعان. ده غير طبعا الايام بقى، خد عندك الايام، طارة يقولوا 15 شعبان، وطارة يقولوا 23 رمضان، وطارة يقولوا 9 ربيع، وطارة يقولوا 3 شعبان، وطارة يقولوا 8 شعبان. الله، ما مش قصة يعني. فكل الاختلافات دي تم في أصلا ولادته، لأن المفروض ده أنتوا أئمة في بعضكم، يعني أنتوا أئمة في بعضكم، تواريخكم مش حافظينها؟ غريبة والله، سبحان الله. فالله المستعان. أمه بقى، نخش على أمه. أمه من أسمائها بقى نرجس وثقيل ومليكة وسوسن وريحانة وحكيمة وخمط ومريم وبصل وبتنجان. إيه يا أخوانا في إيه؟ لو الغريب إنه يقول لك إيه، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كام اسم؟ أيوة كان ليه كام اسم؟ يقول لك محمد والصادق الأمين. والصادق الأمين اسم؟ يا الصادق الأمين اسم؟ أنا عايز أسأل الصادق الأمين اسم؟ فأنا قلت له أصلا زي بالظبط كده، زي بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم دي اسم ولا صفة؟ يعني سبحان الله. بعدين يقول لك إيه؟ يقول لك هو يعني هو الحسن العسكري كتب الكتب دي بإيده؟ الكتب مش معصومة عندنا. هو بيقول لك الكتب مش معصومة عندنا.
طب وايه فايده بقى العصمه لما الكتب مش معصومه والحسن العسكري ما دونش تاريخ ابنه بالضبط؟ يبقى مين المعصوم؟ يعني انتوا بتاخدوا ازاي؟ يعني هو العصمه دي ايه اصلا؟ يعني كل ما نكلمكم تقول احنا الائمه معصومه، طب انتوا استفدتوا من عصمه الائمه بايه؟ فاهمين يا اخوانا؟ هم استفادوا من عصمه الائمه بايه؟ يعني استفادوا بايه؟ ما هي الفائده العائده عليهم من عصمه الائمه؟ مفيش. لما في الاخر في النهايه تركوا لنا عرماء جرح وتعديل، والعلماء دول اصلا غير معصومين. يعني علماء الجرح التعديل بياخدوا الروايات بتاعه المعصومين عندهم ويفندوها، ويقول لك اتفضل دي وما تتفضلش دي، واللي يقول لك اتفضل دي يقول لك ما تتفضلش دي، ده يصحح دي وده يضعف دي، وده اللي ضعفها ده يصححها وده يضعفها. يبقى يعني انا عايز اسال بس، فعلا العصمه فادتهم في ايه؟ ما هي العصمه دي مثلا بتنزل على المراجع، يعني مثلا وحي بينزل على المراجع يقول لهم خد الحديث ده وما تاخدش الحديث ده، اجتهادات كلها اجتهادات رجال. انا عايز بس الشيعي يفكر بعقله قبل ما يفكر بقلبه، يسيب الاحقاد شويه، يسيب ان احنا مختلفين شويه، اصل عائشه، اصل حرب الجمل، اصل مش عارف ايه، يا عم سيب الحاجات دي كلها دلوقتي، اصل يزيد، اصل يا عم سيب دلوقتي وفكر بالراحه. بالراحه، فكر بالراحه. عصمه الائمه عندكم عملت لكم ايه؟ انتوا اصلا كشيعه زيديه، اسماعيليه، اثنى عشريه، فطحيه، حتى الاماميه الاثنى عشريه عندكم شيخيه، عندكم الاصوليه، وعندكم يعني عندكم حاجات اصلا سبحان الله. فيعني هي العصمه عملت لكم ايه؟ ما عملتش حاجه. يبقى ما فيش حد يجي اصل احنا عندنا ائمه معصومين. العصمه ما عملت لكوش حاجه، والله ما عملت حاجه، ولا حفظت لكم الدين، ولا حفظت لكم اي حاجه. ده كمان ايه يعني داخل، يعني داخل كمان الاماميه الاثنى عشريه يوجد كمان المراجع، ده مرجع يحرم وده يحلل، وده يقول لك رمضان النهارده، وده يقول لك العيد بكره، وده يعني هي إيه العصمه في الاخر؟ انت فكر، اقعد مع دماغك كده، العصمه عملت لك في النهايه ايه؟ يعني انت استفدت نفسك منها بايه؟ طيب امه بقى سوسن مليكة، على فكرة في رواية عندهم في البحار الأنوار إن مليكة دي ماتت في زمن الحسن العسكري، يعني هم قالوا مليكة أو مليكة ماتت في زمن الحسن العسكري. لما هي ماتت في سنة في زمن الحسن العسكري، أمال خلفت الإمام المهدي إزاي؟ عندهم حاجات يعني التراث الشيعي تحس إن في حاجات غريبة. وبعدين يعني 30,000 اسم الواحدة، ده بغض النظر هي جاية إزاي. يعني تخيل إمام مهدي وسيسوس الدنيا كلها، وفي الاخر يعني امه يشتروها من سوق النخاسين، امه يشتروها من سوق النخاسين. يعني انا هنزل لكم رابط بكره ولا حاجه او بعده لاسد الله علي دوت، بيقول لك هي كانت لما كانت مع النخاسين عملوا فيها، ايه المشكله يعني؟ ما كانت مع نخاسين. الله، طب ازاي؟ وبعدين الواحده بيبقى ليها اسم وليها اسم تاني دلع، يا عم خليهم اسمين، يعني اسمين واسم دلع. يعني مثلا نرجس تبقى نرجوسة، نرجس تبقى مثلا مريم، مريم تبقى نرجس، مع انها مش راكبه مع بعضها بس ماشي، نرجس سوسن. لكن نرجس والله العظيم انا ما بهزر، والله انا يعني انا ممكن انا يعني هي تطلع مني كده، لكن انا عايزكم فعلا تفكروا. نرجس وثقيل ومليكه وسوسن وريحانه وحكيمه وخمط ومريم، طب هي كل دولة؟ يعني هي كل دولة؟ سبحان الله، يعني حاجة غريبة، يعني ما تدخلش العقل. كل رواية باسم مختلف، كل رواية باسم مختلف، فجمعوهم كلهم كده وقال لك دي أسماء السيدة نرجس. الله، والله ما ينفع يا إخوان، ما ينفعش فعلا. الله المستعان، مش هستقبل اتصالات دلوقتي يا إخوانا لما أخلص، تمام؟ باب أن الأئمة، أن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم، ولا يموتون إلا باختيار منهم. طبعا حب يلتف هو على الموضوع دوت وقال لك كله بأمر الله. يا عم طب ما كله بأمر الله، أنا ربنا لو قال لي يا وليد احيي الموتى سأحيي الموتى، ما هو بإذن الله برضه، لكن ليه قال باختيار منهم؟ يعني معناه إن في تخيير. حضرتك عايز تموت النهارده؟ ممكن أموت النهارده. طب ولا ايه رايك ناجلها لك بكره؟
نأجلها بكرة ما فيش مشكلة. لا الموت النهاردة مش حلو، خلينا نموت كمان كم يومين اهو يعني. وإلا اشرحوا لي يعني ايه باختيار منهم، يعني ايه باختيار منهم؟ ما انا عايز اعرف يعني ايه باختيار منهم. اهو باب ان الأئمة يعلمون متى يموتون انهم لا يموتون الا باختيار منهم. يعني ايه باختيار منهم؟ ولا يموتون الا باختيار منهم. يعني موتني النهارده لو سمحت، موتني النهارده لو سمحت. طب ازاي المهدي يعلم متى يموت؟ يعلم متى يموت وفي النهايه دخل بقى راح غايب غايبه كبرى، هرب راح فين بقى؟ مش هي دي القصه يا عم. انا داخل حرب وعارف ان انا مش هموت، ايه اللي يخليني اهرب من الحرب اصلا؟ لذلك دايما نقوله للشيعه ايه، عايزين فضيله لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ليه فضيله؟ ان علي بن ابي طالب عندهم رضي الله عنه وارضاه يعلم الغيب سيموت ولا يموت الا باختيار منه. يعني معناه ان هو لو دخل حرب عارف ان يبقى الفضيله فين؟ يعني دينه متناقض اصلا. طب ايه الفضيله في سرير النبي صلى الله عليه وسلم لما هو عارف ان هو مش هيموت، لما هو مش هيموت الا باختيار منه؟ يبقى ايه الفضيله؟ ايه الفضيله بقتاله لعمرو بن ود؟ لكن في المنهج السني لا، دي فضائل. نومه في سرير النبي صلى الله عليه وسلم فضيله له، قتل عمرو بن ود فضيله له. فعند السنه فضائل، اللي عندكم انتوا مش فضائل، دي مش فضائل. الله المستعان. لا ده كمان في ايه يا اخوانا، ده عندهم اصلا بعض العلماء قالوا ان كمان نرجس ديت اخذوها بعد وفاه الحسن العسكري، اخذوها سنتين. طب سنتين ليه؟ قال لك لانها ادعت انها حامل. الله، حامل يعني معناها انه بعد وفاه الحسن العسكري ادعت انها حامل. يعني الحسن العسكري يا اما خلف قبل ما يموت او لسه هي في بطنها عيل. لا ده هو بتقول لك ادعت ان هي حامل عشان تحمي مين؟ يعني خبوا محمد بن الحسن العسكري اللي هو المهدي، خبوه وادعت انها حامل وبتاع ده. طب لما ادعت ان هي حامل، هو الحمل ده بيظهر على المراه بعد قد ايه؟ 5 شهور مثلا، 6 شهور، في السابع تكون بطنها قد كده، في الثامن التاسع. طب ازاي سنتين؟ يعني ازاي يقعدوها سنتين؟ يعني الا بقى لو هم واخدين بالاقوال بقى ان ممكن المراه تحمل سنتين او تحمل سنتين، يعني يبقى في حمل لمده سنتين، والا بعد 9 شهور هيبان الحمل على طول، ده في السادس هيبان. فليه اخدوها سنتين؟ يعني دين ما تعرفوش جاي منين ورايح فين بالظبط كده، والله العظيم. يعني عارفين انت كده، عندنا مثلا مصر يقول لك ايه، اتوبيس كام رايح فين، ما تعرفلوش اي حاجه في اي حاجه، سبحان الله. لا بجد يعني ما تعرفش. وده يا اخوانا يعني قولهم ان الائمه يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا باختيار منهم، ده ينفي اصلا الولاده، ينفي الولاده. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به، انما جعل الامام ليؤتم به، مش يهرب. طب يا عم ده خايف على نفسه سيدنا موسى. ايوه خايف على نفسه، انتقل من مكان لمكان. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ فهنا انت تنتقل من مكان لمكان. النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطهد في مكه انتقل من مكة إلى الغار إلى المدينة، يعني انتقل من مكان إلى مكان. ده بقى خدها من قصيرها أم جاي خلى رجله تركب الهوى ومشي. ده طبعا طول المدة يعني خليها هدوه هدوه ما فيش مشكلة. فطبعا كونه أنه هو إمام ومش موجود، ده ينفي أصلا الولادة، ينفي الولادة. طيب الله عز وجل يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فاصدع بما تؤمر. الله، أيوة هي دي الوظيفة اللي بتدخل العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بما يؤمر، لا يخاف. وحتى لو افترضنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف لمدة، مش يسيب الرسالة ويفلسح، مش يسيب الرسالة ويهرب، مش يسيب الرسالة ويقول يا فكيك، يروح يستخبى له في حته بقى مئات السنين. يبقى ايه الهدف اصلا من الرساله؟ ايه الهدف من الرساله؟ سبحان الله. ماشي عديها يا عم وليد، انا كل شويه انا عديها بقى. ماشي عارف. ماشي. وده طبعا يتنافى مع الولاد.
سنة وشيعة عارفين ان المهدي لا يغلب، يعني بمعنى ايه؟ ان هو اول ما يظهر هيدخل حروب وملاحم وهينتصر فيها. طيب هو لما طلع حضرته من الغيبة الصغرى للغيبة الكبرى مش المفروض في ملاحم هيدخل ينتصر فيها؟ ده يعني حتى اصلا يعني سنة وشيعة، هو مين اللي كانوا بيحاربوه؟ هيقول لك السنة. طيب يا جميل، السنة عارفين ان هو اصلا المهدي لن يهزم، يبقى ازاي يحاربوا المهدي؟ ازاي يحاربوا المهدي يعني؟ وبيقول لك ان هم كانوا بيبحثوا عنه عشان يقتلوه. يا عم يقتلوه ازاي؟ اذا كان انت عندك احاديث اصلا ان هو هينتصر، يبقى انا بدور عليه اصلا ليه عشان اقتله؟ الا لما تكون بقى مش ولا سني ولا شيعي ولا متدين ولا ليك اصلا حاجه، يبقى كافر اصلا. طيب يا سيدي ايه تاني؟ هو هرب من مجموعه عباسيين، والايام بتمر والقوه بتزيد، القوه دلوقتي بقت قوه كمان علمانيه وليبراليه وبتنجانيه والامريكان واليهود و و و هيخرج لنا امتى حضرته بقى؟ هيخرج لنا امتى بجد والله؟ هيخرج امتى يعني؟ انا نفسي اعرف هو هيخرج امتى. ما هي القوه بتزيد يوم بعد يوم، والتمكين بيزيد للغرب يوم بعد يوم، هيخرج امتى؟ حلني بقى، خد لك 30,000 سنة كمان، الله المستعان. طيب ايه كمان؟ الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أي يا محمد إذا جاءك الشرع فبلغه للناس ولا تخاف، فأنا من يحميك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية دي طلع للحراس وقال لهم خلاص روحوا انتم، الله عز وجل يحميني من فوق 7 سماوات. انتم قلتم ان الانبياء ان الامامه اعلى مرتبه من النبوه والرساله، فالمفروض يعني شويه يعني انتم بتقولوا افضل من الانبياء والمرسلين، يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض اصلا تتاسوا بالانبياء والمرسلين، يعني تصدعوا بما تؤمروا مش تستخبوا، مش الامام يستخبى، يبقى امام ازاي يعني؟ وبعدين ازاي امامهم ازاي مستخبي يعني؟ الامام ده الناس لازم تشوفه عشان تتبعوا، انما جعل الامام ليؤتم به. الامام ده قائد القدوه. سبحان الله، ماشي يا عم وليد عديها. ودي برضو تنافي الولاده، تنافي الولاده، يعني هو اصلا المفروض ان هو يبقى عارف ان ربنا هيحميه وعارف ان هو منتصر وكل الملاحم اللي هيدخلها هينتصر فيها، الا بقى هم عندهم في كتب الشيعة بقى ان واحده بسكسوكة هتقتله، دي حاجة تانية. وطبعا الكلام ده ينافي ولادة المهدي. الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الله عز وجل أرسل الرسل ليكون حجة على الناس، ليكونوا حجة على الناس. فالله عز وجل أرسل خاتم النبيين، فكده خلاص الحجية كوجود النبي صلى الله عليه وسلم خلاص راح، فضل القرآن والسنة، فدول هم الحجة على الناس. لا انت قلت لا مش قرآن وسنة، ده كمان في مهدي. اذا ما زالت الحجية موجودة، طب انا دلوقتي احتج على ربنا واقول له يا رب انت قلت لي اتبع المهدي وانا ما لقيتش المهدي، هتبع مين؟ يا رب انت خليت المهدي معصوم وقلت لي اتبع المعصوم وانا ما لقيتش المعصوم، هتبع مين؟ يبقى اذا جعلوا على الله عز وجل الحجة، ركزوا فيها يا شيعة، انتم بذلك جعلتم للناس على الله حجة. يعني تخيل انت مثلا ولله المثل الاعلى، كأنك كده رحت الواحد وانت ليك عنده حق وهو مكسوف منك. ليه؟ لان انت ليك حق، واي واحد هيتكلم هيقول لك يا رب انا ما حفظتش القرآن. ليه ما حفظتوش؟ لان انت قلت القرآن موجود مع المهدي. تمام؟ يا رب انا ما نصرتش الدين. ليه ما نصرتوش؟ انا كنت منتظر المهدي. يا رب انا مع... يعني انتوا خليتوا للناس على الله حجه بعد الرسل، الله المستعان. ودي طبعا تؤكد عدم ولاده المهدي. ايه تاني؟ كلنا عارفين ان المهدي لما يخرج طبعا هيدخل ملاحم وهيدخل حروب. تمام؟ فمعنى ان المهدي لما يخرج هيدخل ملاحم وحروب، يعني معناها مع ظهور المهدي سواء من غيبه الصغرى او الكبرى كان المفروض يكون في ملاحم وحروب. الا يقول الشيعة أن الملاحم والحروب بتاعت آخر يوم القيامة، يعني خلاص يتبعها آخر يوم القيامة مع ظهور المهدي منذ الولادة ودخول
الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. تمام؟ ايه تاني يا وليد يا اسماعيل؟ الانبياء والرسل تعرضوا الى القتل وتعرضوا الى محن كثيرة اكثر من محنة المهدي. والمهدي الكل عارف انه مش هيموت. ليه؟ لان انا قلت لازم يدخل ملاحم والكلام ده كله، طالما ما دخلش ملاحم يبقى اكيد مش هيموت. وهم عارفين الغيب. تمام؟ يعني مثلا لو ان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لن تموت قبل ان يكون عندك 63 سنة، يا محمد لن تموت الا ما يكون عندك 63 سنة، ففي خلال الايام ديت اللي هي منذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم او حتى منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين، يبقى 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو مش هيموت، عارف ان هو مش هيموت، فما الداعي الى الخوف اصلا؟ فالمهدي عارف ان هو هيدخل ملاحم وهيدخل حروب، فليه ما الهروب اصلا؟ يعني انت عارف ان انت لن تقتل. يعني الشيعة اصلا لما بيقولوا هو هرب خوفا من القتل، ازاي هرب خوفا من القتل؟ ليه هرب خوفا من القتل وانت عارف يا مهدي ان انت هتدخل حروب وملاحم وهتنتصر فيها؟ يبقى انت ليه يعني ايه هو المبرر لهروبك؟ ما انت عارف ان انت لن تقتل الا ان تدخل ملاحم وحروب والكلام ده كله. الله المستعان، يبقى ليه يهرب؟ ايه اسباب الهروب؟ ما هي مبررات الهروب؟ تمام؟ فالانبياء والمرسلين تعرضوا للقتل، تعرضوا للتعنيف، تعرضوا للهجرة، ومع ذلك ما في احد منهم ترك الدعوة. سيدنا موسى هاجر، سيدنا عيسى ترك قومه وربنا رفع سيدنا عيسى عليه السلام، ولكن لما ربنا رفع سيدنا عيسى ما قالناش اتبعوا عيسى في الارض، ما قالناش اتبعوه، خلاص رفع للسماء، ليه مهمه في اخر الزمان، خلاص هيقضيها اخر الزمان، لكن ما قالناش اتبعوا عيسى وهو موجود دلوقتي. تمام؟ ده غير كده يا اخواننا كمان، لو احنا قرانا عن الطفل اللي هو صاحب الاخدود، تمام، كلنا عارفين يعني القصه بتاعت الطفل، يعني الطفل ده بامه ما خاف ما هلع بل تعرض إلى القتل، بل قال لهم كمان كيفية قتله حتى يؤمن الناس. وعمنا المهدي ما صدق، أخذ ديله في سنانه جرة من شوية جنود عباسيين. طبعا يطلع أنت لما يا عم في أمريكان دلوقتي خليه مسطور. الله المستعان. سيدنا عيسى لما كان طفل وأمه مريم عليه السلام عليهما السلام الاثنين، يعني لما دافع عن أمه الله عز وجل جعله يتكلم في المهد، فعندما تكلم في المهد دافع عن أمه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. خاف هو؟ مخافش، سبحان الله، طفل صبع بالحق برا أمه. ما أمك يعني عم المهد يطلع برا أمك على الأقل، قول لنا اسمها نرجس ولا اسمها صقيل ولا اسمها مليكة ولا اسمها سوسن ولا اسمها مريم ولا خمط ولا 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 ولا، والله ما بهزر يا اخوانا، الكلام سبحان الله. الله المستعان. دي بعض الحاجات اللي تبطل دعوة وجود المهدي، دعوة وجود المهدي، وحاجات كلها أدلة عقلية، أدلة عقلية، لأن هم ما عندهم أدلة نقلية. لا، والذكاء إيه يعني؟ تخيل أنت لما أنت ما بتخلف عيل بتروح له تعمل له شهادة، صح؟ والشهادة دي تثبت إن أنت خلفت عيل. طب لو ما خلفتش عيل مش هيبقى ليه شهادة، صحيح؟ مش هيبقى ليه شهادة. فيجي واحد يقول لك إيه؟ اثبت لي إن أنت ما خلفتش، اثبت لي إن أنت ما خلفتش. لا، المفروض أنت اللي تثبت لي إن أنا خلفت، انت اللي معاك الشهادة، انت بتقول لي ان انا خلفت، يبقى انت المفروض اللي بتقدم لي شهادة. لا، وايه بيتحدى، يعني سبحان الله، بيقول اتحداك يا وليد اسماعيل ان تأتي لي بدليل واحد حتى لو ضعيف ان المهدي لم يولد، ان المهدي لم يولد. تخيلوا يا اخوانا، الشيعي عشان تبقوا فاهمين، الشيعي عارف ان انت فهمه، وعارف ان اهل السنه والجماعه اللي فاهمين شرع فاهمينه، ولكن هو بيضحك على المغيبين، بيضحك على المغيبين. وانا ضربت له مثل، يعني مثلا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كل يوم بيصلي، فجي واحد
ادعى ان علي بن ابي طالب ما بيصليش، فالبين على ايه؟ على من ادعى. صحيح، البين على من ادعى، لان الاصل فيه ان هو بيصلي. طب جه انت قلت ما صليش، يبقى انت ايه؟ يبقى انت اللي عليك الدليل. زي بالظبط يا اخوانا تاخدوه في ايه، يقول لك ايه، اثبت لي ان علي بن ابي طالب صلى على فلان او فلان. تقول له ايه؟ الاصل في المسلم ان هو يصلي على الجنازات ولا لا؟ الاصل في المسلم ان هو يصلي على الجنازات. طيب هل انت عندك بقى بخلاف، عندك خلاف الاصل ده؟ يعني انت عندك دليل ان علي بن ابي طالب ما صلاش على فلان؟ مش انا اللي اجيب لك انه صلى على فلان، لا انت اللي تجيبني ان هو ما صلاش على فلان. مش انا اللي اجيب لك ان هو صلى على فلان. وضحت يا اخوانا؟ عشان الشيعة ساعات بيتكلموا في النقطة ديت، يقول لك اديني ان فلان صلى عليه وان عليه صلى على فلان. لا، ده انت تديني، انت اللي تديني الدليل ان هو لم يصلي على فلان، لان الاصل فيه ان هو يشهد الجنازات ويصلي. والا بقى كان كل واحد يجي مثلا يقول لك ايه، يطلع اثبت لي ان علي بن ابي طالب كان بيصلي، يلا اتفضل اثبت لي ان هو كان بيصلي في المسجد، يلا اتفضل. صح ولا صح؟ اتفضل اثبت لي. هيقول لك ده كان بيصلي كل الايام. لا لا، ما صلاش الحد والاثنين، اثبت لي ان هو كان بيصلي كل حد واثنين، كان عنده اجازه في الحد والاثنين.